رح يجيبوا البضاعة على الكافيتيريا، لازم روح بكير. ماشي أخي، شوفك بالمدرسة. مع السلامة أخي. الله يسلمك حبيبتي. عمر، أنت ما رح تسكر هالموضوع؟ ليش هيك عم بتساوي؟ بالله جد؟ اتصرفوا كأنه ما صار شي وكل أمورنا تمام؟ أنا رح روح أول ما لاقي مكان، لا تشغل بالك. الله يكتر خيرك، بس بعد إذنك وأنت رايحة يا ريت ما تسرقي الكمبيوتر تبعي. طبعاً إذا سمح لك ضميرك. عمر، شو؟ كأني عم أقول شي غلط هلأ؟ لوين رايحة هاي؟ يلا قوم خلينا نجهز حالنا بلا ما نتأخر. ألو؟ أنتي منيحة جميلة؟ صار لك شي حبيبتي؟ أنا شفتك لما وقعتي يا روحي. هلأ خطرت عبالك أختي؟ ما زعلتي علي لما تركتيني وهلأ زعلانة علي مو هيك؟ والله يا أختي غصب عني مو بكيفي، ممكن ما تسأليني عن شي؟ كيف يعني مو بكيفك وغصب عنك؟ أنتي خدعتيني وتركتيني ببساطة ورحتي. معك حق جميلة، أنا بعتذر منك، معلش تسامحيني حبيبة قلبي. اختي وينك هلأ؟ أنا بدي شوفك ضروري. لازم نحكي وش لوش، قليلي أنت وين؟ ما بيصير، نحنا رح نروح من هون أساساً. وأنتوا لوين بدكن تروحوا؟ كيف يعني رح تروحوا؟ رح نسافر برات البلد. استلمنا جوازات سفر ورح نسافر بالسفينة. مشان الله أنا لازم شوفك قبل ما تسافري، قليلي أنت وين لحتى أجي؟ ما فيكي تجي. نجات ما رح يسمح لي خليكي تجي، قصدي خطيبي. طيب مو مشكلة، ما في داعي تقلي له، نحن فينا نلتقى أنا وأنتي بالسر. لا تعملي هيك، فيكي تلاقي طريقة لأشوفك. عم بترجاكي خليني شوفك للمرة الأخيرة قبل ما تسافري. حبيبتي أنتي لا تساوي فيني هيك، لا تحطيني بموقف صعب. أختي ما رح حطك بأي موقف صعب، بس قلي لي أنتي وين وأنا رح أجي لعندك. طيب فهمت عليكي، رح أجي فورا. ما كفاكي سرقتي المصاري، بدك تروحي تصرفيهم مع اختك مو هيك؟ لا ما رح روح اصرفهم، انا رايحه مشان رجعهم. هالالعيب الوسخه ما بتمرق علي. اذا بدك صدقي او لا تصدقي، انا مستعجله ولازم روح. طلعي فيني، انا صحيح مرت عمو لقدير بس ما بشبهه ابدا، ما فيكي تخدعيني. منيح، معناتها استنيني وانا رح جيب المصاري لهم. رجلي على رجلك. وليه؟ شو؟ رح روح معك لانه ما بوثق فيكي. ماشي مثل ما انت بدك، رح اجيب شنطتي وبنطلع فورا. اي يلا. امي انت شو عم تساوي هون؟ مو على اساس تاخرتي على الشغل؟ ما في شيء ابني، تذكرت شغله مهمه. يلا روحوا من هون والا رح تتاخروا على المدرسه. يلا. هدول شو في بيناتهم يا ترى؟ ابن عمي انتوا روحوا وبلحقكم. لا لا سبقونا يا بنات، بنلحقكم بعدين. طيب نحن رح نروح. ماما احكي لي شو في براسك؟ هاي البنت حكت مع اختها قبل شوي، قال بدها تجيب المصاري بس ما رح صدقها لشوفها بعيني، وانا رح روح معها. امشي امشي. ونحن رح نروح. يلا قدامي. بوجن دندن yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.